سيداتي والسادة، مستثمر، بركة الله، نواب، جلسة زملائي، نهائية. زميلاتي، نجتمع اليوم في لحظة دقيقة من تاريخ تونس، لحظة نتحمل فيها المسؤولية بما أننا مواطنون ننتمي لهذا البلد، وبما منحه إيانا الشعب من تكليف. فالشعب يحوز السيادة المطلقة، يسندها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء، وتلك خلاصة إرادته، ولا تملك أي قوة أخرى أن تحل محله مهما على شأنها. لقد شهدت بلادنا منذ 25 جويلية الفارة منعرجات خطيرة انتهت بعد أكثر من 8 أشهر إلى أزمة عميقة معقدة ومركبة أصبحت تهدد الدولة بضرب كيانها ومؤسساتها، وتهدد المواطن في قوته ومعاشه اليومي. فوضعنا يقترب من الإفلاس، وأرقامنا السيادية تقترب من القاع، وشعبنا قد يواجه مجاعة ممكنة ومرتقبة. من هذا المنطلق، وإحساس بالمسؤولية الملقاة على عواتقنا، نجتمع هنا ونحن غير بعيدين عن ذكرى 9 أبريل المقدسة، والتي طالب فيها أبناء شعبنا ببرلمان تونسي وهو وعي متقدم يدرك أهمية البرلمان في حياة الشعوب وفي التأسيس لمعاني الحداثة السياسية التي تنبني في عمقها على توزيع السلطات وفرض التوازن بينها. سيدات والسادة النواب، في اللحظات الحرجة والمصيرية نتعالى عن ذواتنا وننسى انتماءاتنا ونغادر مربعاتها الإيديولوجية والجهوية والفئوية، لنجتمع كلنا حول انتماء واحد ووحيد، وهو انتماءنا للوطن. وإذ نستحضر الماضي البعيد والقريب، نستجمع كل ذلك لنقف عند الهنات والإخلالات كدروس من أجل تجاوزها في المستقبل، حتى يكون عملنا ناجعاً ناجزاً. وأعتقد أن السيدات والسادة النواب على كامل الوعي بما أدت إليه تلك التجاذبات والأخطاء التي كانت داخل قبة البرلمان، ونأمل أن تكون جلستنا هذه منطلقاً لأفق جديد يجعل من الحوار ومبادئ العيش المشترك قيماً معاشة ومشاعة بيننا. سيدات والسادة النواب، إن بلادنا في أشد الحاجة إلى حوار وطني هادئ جريء وشامل من أجل أن نتجاوز هذه الصعوبات، وأن نرسم لبلادنا أفقاً يخرجها من حالة الانسداد إلى حالة الوضوح والاستقرار. لقد سلكنا فيما مضى طريق الحوار، فجنبنا بلادنا الانزلاقات والمطبات، وهذا الحوار قادر اليوم أن يخرجنا من المأزق الذي تتدحرج نحوه بلادنا. نجتمع اليوم من أجل التأكيد على أن بلادنا في أشد الحاجة إلى كل بناتها وأبنائها، وفي حاجة إلى الانسجام المطلوب بين مؤسساتها. وكلنا يقين بأن تونس أرض الدساتير، قادرة أن توجد من الطرق ما هو كفيل بالوصول إلى شاطئ الطمأنينة وبر الأمان. فالشعب الذي وصفه شاعره بأنه مصر
على إرادة الحياة قادر على أن يتحدى ويطوي على القدر، وهو ذاته يصر على كسر القيود وفرض إرادته الحرة. وفقنا الله جميعا من أجل خدمة وطننا وأبناء شعبنا. زملائي زميلاتي، نذكركم بالقسم الذي أديناه بين مباشرتنا لمهامنا. أقسمنا على القرآن الشريف بأن نحترم دستور بلادنا، وأن نعمل بإخلاص لهذا الوطن. هذا القسم يجب أن يبقى تعجز الكلمات عن أن نكمل ما بدأنا فيه، لكن دعونا نقر بأننا سنحترم هذا القسم. زملائي زميلاتي، المعذرة على إطالة في هذه الكلمة، رغم أنني أردت أن أختصرها، لأن نعلم جيدا أن العمل عن بعد فيه إشكاليات تقنية. نمر إذن إلى جدول أعمال جلستنا العامة هذه. جدول أعمال الجلسة هو التالي: معاينة عدد من الاستقالات لزملائنا وزميلاتنا، ثم بعد ذلك سنعرض مشروع قانون عدد 1 لسنة 2022 المتعلق بإنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية. سنناقشه ثم نصوت عليه، بعد ذلك سنتناول اللائحة وسنصوت عليها مباشرة حسب نظامنا الداخلي دون نقاش. إذن نعلن استقالة 8 نواب من كتلة حركة النهضة، وهم الزملاء والزميلات، طبعا بعد أن عاينها مكتب مجلس نواب الشعب الذي انعقد يوم الاثنين 28 مارس 2022. الزملاء المستقيلون هم السيدة والسادة عماد الخميري، سامحوني هذه قائمة التدخلات، عندي القائمة أمامي، معذرة سي عماد، توفيق الزايري، جميلة دبش الكسيكسي، فيصل دربان، التومي الحمروني، سمير ديلو، نسيبة بن علي، المعز بن حاجر حومة، ورباب بالطيف. كذلك وردت علينا قائمة في المتدخلين، هما على التوالي السيدات والسادة عماد الخميري، أسامة الخليفي، نعمان العش، سيف الدين مخلوف، الصافي سعيد، سمير ديلو، وليد جلاد، مبروك كرشيد، وسنختم نقاشنا العام مع الزميل عصام البرقوبي. هذا تقريبا أو تحديدا جدول أعمالنا. اسمحوا لي أني نستعرض المشروع القانوني الأول. إن مجلس نواب الشعب، وعملا نبدأ بالمقترح القانون بالعنوان، طبعا مقترح قانون عدد 1 لسنة 2022 مؤرخ في 30 مارس 2022 متعلق بإنهاء العمل بالأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021. إن مجلس نواب الشعب، وعملا بأحكام الدستور وخاصة الفصل 3 51 80 102 110 منه، يصدر القانون الآتي نصه: الفصل الأول: إنهاء العمل بجميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021، وبالخصوص الأوامر عدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، والأمر عدد 109 لسنة 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية، والأمر عدد 117 لسنة 2021
المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية والمرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فبراير 2022 المتعلق بأحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. الفصل الثاني: ينشر هذا القانون بالرافد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقع مجلس نواب الشعب ويعمم بكل وسائل النشر الممكنة ويدخل حيز النفاذ بداية من لحظة التصويت عليه في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وينفذ كقانون من قوانين الدولة التونسية. تجدون أمامكم في الشاشة زملائي وزميلاتي النسخة من مشروع القانون المعروض عليكم. إذن نمر إلى التدخلات. رجاء سنطبق النظام الداخلي بحذافيره. الرجاء كل الرجاء التقيد بموضوع جلستنا، وكل من يخرج على النظام الداخلي سيتم قطع الكلمة.